سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته إلى برنامج ضيف التلفزيون، حياكم الله. البرنامج النوعي والنخبوي الذي يطل عليكم من تلفزيون عدن، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. إن المتتبع لتاريخ العلاقات السعودية اليمنية التي تعود إلى عقود من الزمن يجد أنه كان يغلب عليها رغبة الطرفين في إيجاد مجتمع آمن ومستتب، إلا أن المستجدات على الساحة الدولية والحرب على الإرهاب قد وضعت الدولتين في مواجهة حقيقية مع الجماعات الإسلامية المتطرفة، الأمر الذي يجعلهما ملزمين برفع مستوى التنسيق والتعاون خدمة لمصالحهما، وهذا لن يتم إلا بتأمين الحدود بين البلدين واعتماد مفهوم أوسع للأمن يعالج مختلف المشكلات القائمة بينهما وفق أولويات سعودية يمنية. متابعينا الأعزاء، في برنامج ضيف التلفزيون كالعادة نستضيف نخبا سياسية وعسكرية واجتماعية وثقافية وإعلامية من الخليج والوطن العربي. رحبوا معي في هذه الحلقة باستضافتنا لشخصية سعودية عسكرية لنتحدث عن الجانب الأمني والعسكري اليمني السعودي ودورهما في تأمين المنطقة العربية ككل. اللواء المضلية عبد الله سالم المالكي، مرحبا بك معنا في شاشة قناة عدن الفضائية وضمن برنامج ضيف التلفزيون، حياك الله. الله يسلمك ويعطيكم العافية، وشكرا لكم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأنا بكل فخر واعتزاز أتشرف أنني أكون ضيفا في هذا اللقاء التلفزيوني المميز في قناة عدن الفضائية، وتقدم بالشكر الجزيل لكامل طاقم هذه القناة الرائدة وكامل العاملين فيها، والشكر موصول لكم أنتم أستاذ سمير على حسن الاستضافة والبشاشة وما لمسته فيكم منذ وصولي إلى هذا المكان الطيب. في بداية اللقاء، يعني إذا ما تحدثنا عن موضوع الإرهاب ومشاكله الجمة التي أصبحت تؤرق كثير من الجوانب الأمنية في العالم أجمع، ولكن نحن نتحدث عن المنطقة العربية بل والخليج العربي، حدثنا عن يعني الإرهاب وكيف يمكن أن تكون المملكة العربية السعودية يعني وأيضا الخليج العربي واليمن أيضا يعني قوة ومنظومة عسكرية واحدة لمجابهة الإرهاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل فخر واعتزاز أتشرف بأنني كنت أحد ضباط قوات الطوارئ الخاصة، تلك القوات الفتية المدعومة بكل قوة من صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ولي العهد وزير الداخلية المعظم، وما يقدمه من دعم ومؤازرة لهذه القوات لتصبح في مصاف القوات الخاصة العالمية، وهذا تحقق ولله الحمد بفضل الدعم اللامحدود من حكومة رشيدة ومن سيدي ولي العهد وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن نايف كما ذكرت سابقا، وكان حريص في جميع لقاءاته مع المسؤولين في القوات الخاصة على التدريب والدفع بهذه القوات إلى ما هو أفضل وابتعاث جميع المنسوب هذه القوات في دورات خارجية وداخلية في جميع أنحاء الداخلية تكون في مختلف مناطق المملكة والخارجية تكون في جميع دول العالم، ولله الحمد أنا حظيت بدورات متقدمة في مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في غيرها من الدول، وهذه الدورات كانت دافعا لنا ولزملائي الضباط لتحقيق المزيد من الإنجازات لهذه القوات الخاصة. طبعا هذه القوات مسؤولة عن جوانب متعددة، جوانب إنسانية وجوانب أمنية، ومن ضمن هذه الجوانب ما أشرت إليه ألا وهو مكافحة الإرهاب. وكما تعلمون المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين سعت بكل ما أوتيت من قوة لمحاربة هذا الداء الخطير، الداء السرطاني الذي ينتشر في كل أمة ويؤدي إلى
دمار الأمم وهلاكها. صحيح. ألا وهو الإرهاب والتطرف، سواء كان في أي شيء، كان التطرف سواء من ناحية الدين أو من ناحية التيارات الأخرى، فأي تيار متطرف يؤدي دائما إلى زعزعة الأمن وإحداث الفوضى. المملكة العربية السعودية كانت من أولى الدول التي سعت إلى تأسيس منظمة دولية عالمية لمكافحة الإرهاب، وتحدثت عن ذلك في أكثر من مؤتمر وأكثر من موقع، وخاصة بعد أحداث 11 من سبتمبر. ولله الحمد تحقق الكثير من الإنجازات في مكافحة الإرهاب، واستفادت كثير من الدول من خبرات المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها ما أولاه سمو سيدي الأمير محمد بن نايف من مناصحة لأولئك المغرر بهم، ومحاولة احتوائهم وتغيير سلوكهم وضمهم إلى أفراد المجتمع السوي. وبكل فخر واعتزاز رأينا كثير من الدول العالمية تسعى إلى الاستفادة من هذه الخبرة في دولهم، وهذا ما نسعى له. ما تطرقت إليه من حرص الحكومتين، الحكومة السعودية والحكومة اليمنية، إلى مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، فهذا يعني شيء ملموس وملحوظ في كلا الجانبين. وكل دولة حريصة على استتباب الأمن، حريصة على عدم وجود خلايا نائمة في بلدها، سواء في اليمن العزيز أو في المملكة العربية السعودية، وهناك جهود مشكورة في هذا الجانب. ولله الحمد لا زال في تواصل مستمر بين الخبراء في الدولتين لتحقيق ما هو أفضل لمكافحة هذا الداء الخطير. نعم، أذهب بك من الإرهاب المقيت إلى اليمن السعيد. حديثنا عن اليمن وهي في صدد تأهيل جيش وطني قوي تابع للشرعية طبعا الدستورية، مؤهلا مدربا داخليا وأيضا خارجيا، بعد الضربات الموجعة التي لحقت بقوام الجيش في اليمن ومقراته بسبب الهمجية لقوات المخلوع الصالح والحرب العبثية التي أقدمت بها أيضا الميليشيات الحوثية. سيادة اللواء المالكي، كيف يمكن أن يؤثر ذلك التبادل العسكري على مستوى الشعبين الشقيقين اليمني والسعودي؟ وكيف يمكن أن يؤثر هذا التبادل ما بين السعودية واليمن في الجانب العسكري؟ قبل أن يعني أتطرق إلى هذا الموضوع، أود أن أوضح أنه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، واليمنيون حكماء منذ قديم الزمان. ودائما ما يجتازون الأزمات مهما عظمت، ويتحدون المخاطر مهما دلهمت. وهناك شواهد كثيرة على هذا الجانب. لما احتل الأحباش اليمن في الزمن القديم في حكم الملك العظيم سيف بن ذي يزن، اجتمع بحكماء اليمن هذا الملك العظيم، واستطاعوا بحكمتهم أن يحرروا اليمن من الأحباش وينقذونها مما حل بها، وأتوهم العرب من الجزيرة العربية مهنئين لهم، وكان على رأس الوفد العربي الذي أتى من الجزيرة العربية جد الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عبد المطلب بن هاشم، أتى على رأس المهنئين للتهنئة بتحرير اليمن من براثن الأحباش، وكان معه أحد شعراء ثقيف واسمه على ما أعتقد أمية بن أبي الصلت. فأمية بن أبي الصلت ألقى قصيدة أمام الملك اليمني العظيم سيف بن ذي يزن، كان من ضمن أبياتها: اجلس بعز عليك التاج مرتفعا في غصر قمدان، حالا منك محلالا.
هذه يعني من أبيات القصيدة وقصيدة طويلة. أيضا لما جاء الإسلام كان الحكماء اليمنيين من أعظم أنصاره، وبالمناسبة حسب ما ورد في التاريخ أن الأوس والخزرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يقطنون المدينة نزحوا من اليمن، وكانوا من أكثر أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم عند توجهه إلى المدينة المنورة، حتى يقول الشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني رحمة الله عليه يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في قصيدة له، يعني يقول فيها: أنا ابن أنصارك الغرة الأولى، سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جرار. فهو يفتخر أنه أصله من القبائل التي آزرت الرسول صلى الله عليه وسلم، قبائل الأوس والخزرج. أيضا لا ننسى أن اليمنيين أخرجوا الأتراك عندما في فترة من الزمن حاولوا بالقوة أن يحتلوا اليمن، ولكن من قوة باس حكماء اليمن وصلابتهم أخرجوا الأتراك. وعندما جاءوا البريطانيين لاحتلال اليمن أيضا يعني لم يستطيعوا ذلك، وقال رحمة الله عليه الشاعر اليمني والعالم اليمني الشهير يحيى الأرياني على ما تذكرته كتب التاريخ، قال كلمته المشهورة: ما خضعنا للتركي مع قربهم في الدين منا، فكيف نرضى بالبعيد. يعني احنا ما رضينا انه المسلمين التراك يعتبرون جزء من الدولة العثمانية، فكيف نرضى بالانجليز يحتلون اليمن. هذه لمحة موجزة عن اليمن، واحنا لازلنا نتفائل باليمن خيرا، ونتفائل بحكماء اليمن وعقلاء اليمن ان يغيروا المسار الذي ينهجه للأسف الشديد الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح وما جلبوه من الدمار والخراب لهذه الدولة التي كان يطلق عليها. ونتمنى إن شاء الله أن يستمر هذا الاسم اليمن السعيد، اليمن الذي كل يعني سكان الجزيرة العربية يتطلعون إلى أن يكون اليمن فعلا سعيدا. نحن في المملكة العربية السعودية بالذات نعتبر أمن اليمن من أمننا، وهدوء اليمن واستقرار اليمن استقرار لنا، ليس السعودية فحسب ولكن جميع دول الخليج تعتبر اليمن جزء لا يتجزأ منا كشعب خليجي نتمنى دائما أن نعيش في سلام. هذه يعني مجمل يعني الشيء اللي كنت أتمنى أن أقوله عن اليمن وعن حكماء اليمن، وما نتمناه وما نتطلع إليه في القريب العاجل بإذن الله من حكماء اليمن وعقلاء اليمن. أما ما يتعلق بالجيش اليمني، فالجيش اليمني لا شك أنه الآن يحتاج إلى إعادة تأهيل وتنظيم، لأنه يعني مر مرحلة للأسف الشديد تعتبر يعني مرحلة لم نكن نتمنى أن يصل إليها الجيش اليمني من الدمار وفقد كثير من المعدات وكثير من الرجال وكثير من الأسلحة. هذا كله بسبب للأسف الشديد السياسات الرعناء يعني صالح وأتباعه من الحوثيين للأسف الشديد، وكذلك الحساب الخاطئ لبعض قادة الجيش اليمني الذين لم يلتزموا الحياد بل ارتموا في أحضان الانقلابيين. وإعادة بناء أي جيش سواء الجيش اليمني، ولكن الجيش اليمني بالذات ستأخذ وقتا وجهدا طويلا، ناهيك عن القدرات الفنية واللوجستية والدفاعية لأي جيش، تحتاج إلى مزيد من الوقت. الآليات الضخمة التي كان يملكها الجيش اليمني والتي ذهبت للأسف الشديد ما بين عشية وضحاها أما بالتدمير أو بالسرقة. كما أن تدريب أي جيش يا أستاذ الكريم يحتاج إلى يعني لا لن يكون بتلك السهولة التي تتصورها البعض، يحتاج إلى وقت من العمل وسنوات طويلة
وهذا له علاقة بمنظومات الأسلحة وتنوعها والجديد منها وعمل التطبيقات اللازع العملية والتمارين المتكررة. نعم. الأهم من ذلك هي ظروف صعبة يعيشها أكيد يعني أبناء الشعب اليمني وخاصة في الجيش الوطني. يعني كيف ممكن المملكة العربية السعودية الآن وهي في قيادة التحالف العربي وهي اليوم المعنية في كثير من قضايا الأمة العربية وهي سباقة دائما لحلحلة كثير من الإشكاليات والإرهاصات التي قد تحدث في كثير من البلدان العربية، كيف ممكن أيضا أن تقدم المملكة العربية السعودية الدعم اللوجستي كما ذكرت وأيضا الجانب العسكري وهي قد سبق لها أنها كانت سباقة أيضا في هذا الدعم، الآن كيف ممكن أن تخلق أجواء قتالية يعني وتؤهل الشباب في الجيش الوطني في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن؟ يعني المهم في هذه الفترة أن يبقى الجيش اليمني على عافيته، يعني لئلا تتكرر مأساة الجيش العراقي وما حصل له من تدمير أيضا غير من الجيوش التي قضت عليها السياسات الحمقى وتصرفات اللامسؤولية بعد من بعض متنفذي الأنظمة وصانع القرار. يجب أن يؤخذ في الحسبان قبل يعني عملية التدريب من سواء من أي جهة احتواء القادة العسكريين السابقين الذين بقوا بعيدا عن جناح صالح والميليشيات الحوثية، يجب احتوائهم. قد يؤدي ذلك إلى خلق قوة صاعدة في اليمن عن أفضل، لأنهم هم قادة وهم لديهم من الخبرات العسكرية ما يكفيهم وبقوا بعيدا عن الصراع وبعيدا عن جناح صالح والميليشيات الحوثية. ولذلك من الأفضل حاليا أن نحاول بقدر الإمكان أو يحاول الجيش اليمني بقدر الإمكان احتواء تلك القيادات، لأنهم يعني أتوقعوا بكل يعني قوة أنهم سيخلقون قوة صاعدة تتمكن من فرض مزيد من الانضباط بين صفوف الجيش ووحداته الميدانية. أنا أتوقع أن الحكومة اليمينية الشرعية وقوات التحالف لن تفوت هذه الفرصة ومأخوذة في الحسبان وبإذن الله حتتحقق. بالنسبة موضوع تدريب الجيش اليمني وعلاقة زي ما ذكرت لك سابقا، الأهم الآن في الفترة الحالية هو استتباب الأمن والمحافظة على مكتسبات الوطن، وبعد ذلك الهيئة العسكرية في اليمن في الحكومة الشرعية في اليمنية تقرر من سيدرب. يعني لن نفرض رأينا على أحد في المملكة العربية السعودية، الحكومة اليمنية ومؤسساتها بإذن الله ستقرر من سيتولى تدريب الجيش اليمني وإعادة تأهيله مرة أخرى. صحيح احنا في المملكة العربية السعودية بقائد ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأيضا أعوانه الكرام، يعني قد نكون الأفضل والأقرب للجيش اليمني لعدة يعني أمور من ضمنها الجوار والتقارب والتسليح وسلامة المنهج. الأهم من هذا أن المملكة العربية السعودية ليست يعني حريصة على الإساءة لأي بلد شقيق وبالذات اليمن، وليس لها أي أطماع في جميع البلدان. نحن ولله الحمد والمنة ساعدنا كثير من الدول العربية والإسلامية على تجاوز أزماتها، ليس طمعا في شيء ولكن من مبدأ الأخوة الإسلامية والعربية وما تمليه علينا الأمور الإنسانية. فاليمن كذلك نحن يعني نتم يعني على استعداد تام للتعاون مع الأخوة اليمنيين في جميع الجوانب، وإن شاء الله حيتحقق ذلك متى ما ستب الأمن. أنتم برأيكم يعني كيف يمكن أن يشكل دمج شباب المقاومة الشعبية مع الجيش الوطني وقيادته السابقة التي الآن انضمت إلى الشرعية، كيف يمكن أن يشكل ذلك حزام أمني قوي للجمهورية اليمنية ويكون ولاؤه فقط للوطن لا للشخصنة؟ بإذن الله سيتحقق ذلك، لأنه دائما تفكير الشباب تفكير أعمق من تفكير غيرهم، فهم دائما يفكرون في المستقبل السعيد، يتفكرون في إنشاء بلد ديمقراطي، بلد تسود فيه المحبة والألفة، بلد اقتصاده متين.
لا يفكرون الشباب كثيرا في استمرار الحرب، ولا يتمنون الشباب أن تستمر الحرب في أي دولة سواء اليمن أو غير اليمن. ولكن اللي معروف عن الشباب اليمني شجاعته وقوته وبسالته وحبه لوطنه، ويعني دفاع عن الوطن والتضحية. وهذا يعني هذه المقومات إن شاء الله بتكون يعني مقومات جيدة لانضمامهم إلى القوات اليمنية والسواعد اليمنية العامة. ليس المهم أن يكون جميع أبناء اليمن في الجيش اليمني، لا بد أن يتنوع الهوايات والرغبات في كل ما يخدم اليمن. هناك الإعلاميين، هناك الأطباء، هناك المهندسين، كل يخدم في مجال تخصصه. ليس المهم أن يكون جميع أبناء الشعب اليمني في المجال العسكري وفي مجال قوات الأمن، فلا إفراط ولا تفريط في هذا الجانب. السياسة اليمنية وحكماء اليمن يجب أن يعوا هذا، وأنا متأكد أنهم واعين لمثل هذه الأمور. فلا بد أن يكون التنمية تعم جميع أرجاء الوطن سواء صحيح. في الجيش أو في الاقتصاد أو في مختلف المهن. نعم. وأنا متأكد أنه، وأقولها بكل فخر واعتزاز، نحن تعايشنا مع الشعب اليمني كثيرا سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها أثناء تواجدنا في دورات خارجية. الشاب اليمني طموح، الشاب اليمني حريص على مصلحة نفسه ومصلحة بلده، يمثل بلدي خارج مملكة خارج دولتي خير تمثيل. أنا وجدت شباب يمني خارج المملكة العربية السعودية حين زيارتي لبعض الدول الأوروبية، شباب واعي، شباب يعني دائما حريص على سمعة بلده ووطنه رغم الحروب ورغم ما تعرض له الشعب اليمني في الفترة الأخيرة، ولكن اليمني يمني وإن طال الزمن. أصيلي أصل العروبة. نعم سيادة اللواء، تحدثت أنت في الموضوع عن ليس جميعا طبعا من شاركوا في هذه الحرب العبثية، لكن شباب المقاومة الشعبية الذي كان لهم الطموح وكان لهم أيضا الرغبة والاستعداد للمشاركة في القتال لطرد هذه الميليشيات، مع أن هناك كثير من الشباب في كثير من الجوانب، الطبيب عاد إلى حضن المستشفى، والمعلم عاد إلى حضن المدرسة التعليمية، وأيضا الأكاديمي عاد إلى المنظومة الأكاديمية الجامعات، وهكذا. هناك كثير من أبناء الشعب اليمني كانت لديهم طموحات كثيرة، لكن جاءت هذه الحرب العبثية قدر الله، لكن كثير من الأمور يعني تلخبطت كثيرا في ظل هذه الحرب التي يقدم بها الميليشيات الحوثية وحليفهم صالح. أتحدث عن الهيكلة نفسها، كيف يمكن أن تكون للهيكلة دور فاعل في الوطنية الحقيقية والولاء للوطن عندما يهيكل الجيش اليمني إلى ما يسمى بالجيش الوطني ودمج المقاومة الشعبية لولائه للوطن لا لأشخاص وتمجيد أشخاص؟ هذا شيء ضروري، يعني أصلا لابد أن يكون من ضمن الخطوات الأولى في إعادة تنظيم الجيش اليمني إعادة هيكلته بما يخدم المصلحة العامة، بعيدا عن التشخيصات وبعيدا عن الأحزاب الطائفية. لابد أن يعني يكون يمن موحد، يمن يشمل جميع طياف اليمن وشخصيات اليمن، والرجل المناسب في المكان المناسب. ليس المفروض أن يكون يعني بأسماء الأشخاص، ولكن بأفعالهم وما يقومون به من دور وما قاموا به من 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 أدوار سابقة. يؤهل ويوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ابتداء من قمة الهرم، ثم يتدرج النزول إلى القاعدة. فأنا متأكد أنه إذا اتخذت هذه الإجراءات فسيتكون الجيش بصورة صحيحة، ويكون بعيدا كل بعد عن الشخصنة وعن الحزبيات المقيتة التي لا نتمنى أن نراها في أي مجتمع. نعم سيدة اللواء، حديثنا عن منظومة عسكرية متكاملة خليجية، كيف يمكنها أن تكون لها أثر على المنطقة العربية في حال تم ذلك؟ من الناحية النظرية طبعا موضوع أنه والله يكون في يعني منظومة عسكرية عربية، من الناحية النظرية الفكرة جيدة فعلا، يعني فكرة جيدة
وسبق أنه كان فيه محاولات أن يكون فيه منظومة عربية مشتركة، ولكن عند التطبيق تختلف الآراء دائما، كل دولة وكلها منظورها السياسي والاستراتيجي في هذه المنظومة العربية، وإذا للأسف الشديد إذا كانت تابعة للأهواء وكل يعني دولة ترغب فيما يتناسب معها فقط دون التنازلات ودون النظر في مصالح الدول الأخرى فلن تتم. يعني التطبيق على الواقع يختلف فعليا. نحن نرى الآن حاليا أنه هناك اختلاف في يعني التصنيفات، الآن اختلاف فيما يسمى بحزب الله، هل هو حزب إرهابي أم لا؟ ليست كل الدول العربية متفقة على شيء ما تجاه هذا الحزب، كذلك ما هو موجود حاليا في سوريا وما يتعرض له الشعب السوري من اضطهاد. اختلفت الآراء بين الدول العربية للأسف الشديد، ولم تكن هناك كلمة سواء بين جميع الدول العربية لاتخاذ القرار المناسب، ونقول للمخطئ أخطأت وللمحسن أحسنت ويتوقف الصراع، ولكن هناك من يؤيد من على مصلحة من، وهذا الشيء يعني هو الذي سيفسد فكرة أن يكون هناك منظومة عسكرية عربية. لو بعدنا عن الميول الشخصية وأنكرنا الذات ربما سيتحقق أفضل، سيكون عندنا اتحاد عسكري قوي بين الدول العربية، ولكن يعني غلب الهوى وغلب الذات للأسف يعني الشيء. هذا الواضح، ولكن نتمنى، نحن لا نعلم المجهول، نتمنى إن شاء الله أن يكون هناك عمق يعني في التفكير بين مختلف الساسة والقيادات لتحقيق ما هو أفضل، ولكن نحن في المملكة العربية السعودية دائم نرغب في الاتحاد بين مختلف الدول العربية، ونحن من الأعضاء المؤسسين لجامعة الدول العربية ومن الأعضاء المؤسسين لمجلس التعاون الخليجي، وكلها تصب في مصلحة الاتحاد. ونادى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بأن يعني يسمى مجلس التعاون الخليجي بمجلس الاتحاد الخليجي في إحدى جلساته، وهذا دليل على حرص المملكة العربية السعودية وقادتها على توحيد الصف وتوحيد الرأي بين مختلف الدول العربية. نعم، وإن شاء الله تتوحد هذه الرؤى العربية. كما تعلمون قبل فترة ليست بعيدة كان هناك تحالف إسلامي، وكان في رغبة في أن يكون هناك بين الدول الإسلامية والعربية يعني أكثر وروابط أكثر مما هي عليه، ولا زلنا إن شاء الله الهدف سامي ونبيل ونسعى لتحقيقه بكل ما أوتينا من أجل مصلحة الإنسانية جمعاء. نعم، والملاحظ في الفترة الأخيرة أيضا هناك تحالف إسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية، وأيضا عاصفة الحزم، وكل هذه تصب في خطوات إن شاء الله تكون صائبة وناجعة في المنظومة العسكرية بإذن الله تعالى العربية. بالضبط بالضبط. نعم، هذا ما نتمنى بإذن الله تعالى. سيادة اللواء عبد الله سالم الملكي، أنا سعيد كثير بالحديث معك في هذا المجال وخاصة الأمني والعسكري. دعني فقط أخذ هذا الفاصل القصير وأعود لك. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود نواصل معكم برنامج ضيف التلفزيون، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا في برنامج ضيف التلفزيون. بعد ان كنا بهذا الفاصل القصير نعود الى ضيفنا العزيز اللواء مظلي عبد الله سالم المالكي. مرحبا بك مجددا. الله يسلمك. شكرا. الله يحفظكم. يعني في الجانب الامني سنخوض كثير في هذه المحاور. يعني المملكه العربيه السعوديه كيف يمكن ان تلعب اليوم الدور الحاسم برايك في الازمه باليمن؟
طيب يعني لابد يعني نكون صريحين في هذا الجانب، نعم. ولا يحل مشاكل اليمنيين إلا اليمنيين أنفسهم، هذه قاعدة يعني مشهورة حتى يعني من قديم الزمن أيام بداية المشكلة الفلسطينية في فلسطين. كان الملك فيصل رحمة الله عليه يقول أنه في مجمل كلام أنه الفلسطينيين يجب أن يحلون مشاكلهم بأنفسهم، لا يمنع من دعم ومؤازرة الدول العربية والإسلامية، ولكن الشعب الفلسطيني من الداخل هو الأقدر بحل مشكلته. كذلك الحال بالنسبة للشعب اليمني، الشعب اليمنيين ما يحل مشاكلهم ولن يحل مشاكل الشعب اليمني إلا اليمنيين أنفسهم، هذا لا يمنع أن يكون هناك دعم ومؤازرة واستشارة ورأي من قبل جميع الدول العربية والإسلامية، كلنا يعني جسد واحد ولا اختلاف في ذلك، وبالذات نحن في المملكة العربية السعودية حريصين كل الحرص على استتباب الأمن في اليمن الشقيق، والحمد لله ولله الحمد. هذا ليس جديد لا على المملكة العربية السعودية ولا على الشعب اليمني، فهم يعلمون أن المملكة العربية السعودية وقفت مع اليمن وقفات متعددة منذ قديم الزمان، منذ تأسيس الدولة السعودية وقيام دولة اليمن. فنحن دائما نحاول قدر الإمكان أن يكون اليمن في كامل عافيته، لكن يعني لابد أن نشير ونذكر أن هناك بعض الأخوة اليمنيين للأسف الشديد إلى الآن لم يقولوا كلمتهم، يعني وهذا يعني لابد أن نكون واضحين فيه تجاه الحوثي أو صالح، فهم يقفون موقف متفرج. يعني دول غير يعني أو شعوب غير الشعب اليمني تدعي أقل شيء للأخوة اليمنيين بأن يتوحدون وأن يعيش اليمن في سعادة. يعني أغلب المساجد في المملكة العربية السعودية من ضمن دعائهم في الخطب وفي المنابر أن يديم الأمن والأمان في اليمن الشقيق. ف يعني ربما تكون رأي هذا يعني ما هو يعني سليم بكل بدقة ودقيق بمعنى كامل، لكن هذا الواضح لنا أنه يجب أن يقول الشعب اليمني كلمته تجاه ما يحدث في اليمن. كما قامت الثورات في الربيع العربي يجب أن يكون هناك شجب واستنكار لما يحدث من الحوثي وصالح في اليمن، نعم. من الشعب اليمني نفسه. فلا خلاص للبلاد إلا بتنحية هؤلاء العنصرين، سواء المخلوع لعبد الله صالح أو الميليشيات الحوثية. والحكومة اليمنية الشرعية حريصة على أن يعني تحتوي كل الأطراف، ولم تقتصر الحكومة اليمنية الشرعية على طرف واحد دون سواه، هي تريد مشاركة جميع الأطراف في الحكومة اليمنية، وهذا الشيء المأمول. ولكن أن يتغلب طرف على طرف آخر فلن تدوم، نعم، الأمن والخطط التنموية في البلاد في ظل ذلك لو حدث، وهذا ما لا نتمنى، نعم. أن يكون هناك طرف متقلب كما سمعنا قريبا في بعض الخطط التي اقترحها كيري وغيره، هذه لا تخدم مصلحة اليمن. صحيح. ولا يخدم اليمن للحكومة الشرعية الحالية التي تسعى بكل ما أوتيت على أن تحتوي كل الأطياف اليمنية، وأن يكون وزراها ومسؤوليها وقادتها التنفيذية من مختلف أبناء اليمن، اليمن الموحد، اليمن العظيم. أما بالنسبة للمساعدات، فالمملكة العربية السعودية منذ اليوم الأول لعاصفة الحزم أسست صندوق إعادة الأمل، وضخت فيه ما يزيد عن 1 مليار ريال سعودي، ولازم يعني هناك جسور جوية ممدودة ما بين المملكة العربية السعودية ودولة اليمن للإغاثة ولنقل المصابين ول يعني مساعدة الإخوة اليمنيين في محل بهم من كوارث وحروب عبثية كما ذكرت. وكذلك أيضا دول مجلس التعاون الخليجي لا نقفل دورها في الدعم والمؤازرة، فهي قامت بدور كبير سواء مع قوات التحالف
أو مع الجسور المساعدات الإنسانية وما تمد به الشعب اليمني. لكن يجب أن نشير إلى أن للأسف الشديد لا زال صالح والحوثي يقومون بمنع الإعانة أن تصل لمستحقيها بورق الضغط على الشعب اليمني نفسه، وهذا مكشوف. يجب أن يتنبه له الشعب اليمني أنه كثير من المساعدات لا تصل لمستحقيها بسبب ما يتعرضون له من مضايقات من قبل جماعة المخلوع صالح أو الميليشيات الحوثية. لابد أن ينتفض الشعب اليمني على ما يحدث الآن في بعض محافظات اليمن. نحن نستبشر خيرا أنه الآن اليمن تحرر أجزاء كثيرة من اليمن، كثير من المحافظات، ولا زال الآن ولله الحمد الغلبة والنصرة للجيش اليمني النظامي والقوات الشعبية الموالية للحكومة اليمنية النظامية، وهذا شيء يبشر بالخير. ونتمنى إن شاء الله أن نسمع ونرى في القريب العاجل انتهاء الأزمة اليمنية بإذن الله تعالى. الله يسمع منكم يا سادة اللواء. يعني كثير من المحللين أساس العرب يتحدثون عن التدخل السعودي في اليمن، وما يعني في التدخل هو التدخل الإيجابي في كثير من شؤون اليمن، في حل كثير من قضايا اليمن، وأيضا يعني تدخلها الإيجابي في المساعدات. الجيش السعودي واليمني إذا ما التحم، برأيكم يا سيدة اللواء، ما المعجزة التي سيصنعها من خلال التحامهم الجيش اليمني والجيش السعودي؟ المعجزة التي ستصنع في المنطقة العربية ككل لمجابهة أي عدوان قد يتربص بالمنطقة العربية وتحديدا الخليج العربي، اليمن والسعودية والمذكرة. بإذن الله سيتحقق ذلك أستاذي الفاضل سمير، ولكن في هذا الجانب يجب أن نشيد بقوة الرجل اليمني وشجاعته وبسالته وما يتمتع به من إصرار وعزيمة، وهو يعمل أصلا من أجل وحدة وطنه، ولا بد أن يعمل ذلك وإبعاد وإسعاد مواطنيه. ما دام هو يبحث عن وحدة وطنه وإسعاد مواطنيه لابد أن يتمتع بما يتمتع به في بنيته الأساسية وفطرته. الرجل اليمني منذ فطرته، يعني منذ أن كان شابا يافعا وهو رجل في شجاعة، في إقدام، في تضحية، في جميع الأجواء، يعني في صالح الرجل اليمني. وأيضا يعني لابد أن نحن نفتخر بما وصل إليه منسوبي قواتنا المسلحة من يعني تأهيل عالي وما يتمتعون به من شجاعة وتضحية وولاء تام لله ثم للمليك والوطن، وهذا ولله الحمد ما يميز جنودنا البواسل. إذا التحموا أفراد الجيش اليمني مع شقائهم من أفراد الجيش السعودي أكيد حيكون هناك عمل ناجح بإذن الله. ولكن كما ذكرت سابقا هذا الشان يقرره الجانب اليمني، في سواء في إعادة التأهيل والتدريب والمشاركات، ولكن أيضا يهمنا حاليا في الوضع الحالي أن يستعيد اليمن عافيته وأن يستتب اليمن فيه، وهو أهم شيء. يعني لا يمنع مستقبلا أن يكون هناك زيارات متبادلة بين وحدات الجيش السعودي وحدات الجيش اليمني، وتبادل خبرات وتبادل معلومات، وهذا إن شاء الله بإذن الله بيتم في ظل وجود القيادتين الحكيمتين. أيضا شيء طبيعي متعرف عليه دوليا أن يقام تمارين مشتركة بين الدول، وبإذن الله إذا استتب الأمن في اليمن حيكون هناك تمارين مشترك بين الجيش اليمني وغيره من الجيوش العربية والخليجية. نحن في هذا الجانب يعني ولله الحمد خطينا خطوات واسعة، والجيش السعودي دائما يقوم بعمليات مشتركة مع دول الخليج
ومع مصر وتركيا وباكستان وبريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا، كثير تمارين تقام ومتعارف عليها دوليا ويعني تحت أنظار الدول، تمارين مشتركة لصقل المواهب وضخ مزيد من التعليمات والمعلومات، ولله الحمد. لله الحمد. أعود بك سيادة اللواء إلى الجانب المعيشي الذي يعيشه أبناء الشعب اليمني اليوم في ظل هذه الظروف الصعبة، إلى أيضا الحياة التي يعيشونها. شهدت اليمن كما نعرف والكل يعرف حربا ضروسة بين القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية وأيضا مع الميليشيات الانقلابية وحليفهم المخلوع الصالح. يعني خلفت هذه الحرب كثير من القتلى إضافة إلى الجرحى، ناهيك على أن الأوضاع المأساوية التي يعيشونها في ظل يعني غياب المعنيين بسبب هذه الحرب، هناك أوضاع إنسانية صعبة جدا. تشير التقديرات أيضا إلى أن ما يقارب 80% من نسبة السكان في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، أي بمعنى 21 مليون في اليمن يحتاجون إلى مساعدات، أرقام مهولة جدا. نلاحظ أيضا أن المقاومة الشعبية في كثير من المدن التي الآن يدور فيها الصراع يعني تحقق انتصارات كبيرة، استعادت فيها كثير من المناطق وكثير من الجبهات القتالية والحمد لله. يعني طبعا نعرف أن هناك دعم كبير من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لكن سيادة اللواء نلاحظ بأن الأطماع والصراع كثير على هذه المنطقة العربية إضافة إلى الخليج العربي، بل وأنا أتحدث عن اليمن هناك يعني تدخل سافر من قبل إيران وأعوانها، يعني يريدون أن يحتلون هذه الجوهرة الثمينة وهي اليمن السعيد، ولا سيما يعني أنهم يحاولون أن يكونون في الحدود السعودية أيضا لينتشر هذا السرطان إلى الدول الخليجية. كيف تفسرون ذلك؟ سيد الكريم، يعني فعلا أنا يعني طلعت على إحصائية قريبة جدا، يعني للأسف الشديد أن القتلى في اليمن نتيجة الحرب تجاوز عددهم 9000 قتيل يمني، إصابة أكثر من 24000 شخص جريح في تقريبا 17 محافظة خلال الفترة فقط من 1/1/2015 إلى 30/9/2016، والعدد في تزايد للأسف الشديد نتيجة الحرب. دائما الحروب مهما كانت إلى هذه اللحظة نتائج سيئة، يسقط كثير من الشهداء في جبهات القتال والجرحى أيضا. أنا قبل أن أدخل هذا المكان طلعت أيضا على إحصائي عن الأطفال، الوفيات من الأطفال تجاوز عددهم 500 طفل نتيجة الحرب العشوائية والعبثية كما ذكرت من قبل الميليشيات الروسية. يعني الوضع يحتاج إلى مزيد من الحكمة ومزيد من التفكير في مصلحة اليمن. أما بالنسبة لإيران كما ذكرت، إيران للأسف الشديد هي تعاني مشاكل داخلية داخل إيران، سواء ما يتعلق بالاقتصاد أو ما يتعلق بتوظيف الشباب أو ما يتعلق بانتشار المخدرات بين الشباب والفتيات، وللأسف الشديد كثير مشاكل لديهم، وملال إيران يحاولون أن يغيبون هذه المشاكل عن الشعب الإيراني باختراع الأزمات والمشاركة في الأزمات، وأن هناك تحديات خارجية لهم، وأن هناك أطماع من الدول العربية والإسلامية وبالذات المملكة العربية السعودية في احتلال إيران، مع أن الأصل أصلا أن يعني هم عند لديهم مشاكل ويحاولون اختراع الأزمات. طبعا يعني الآن هم كما يعلم الجميع تدخلوا في الشأن العراقي، تدخلوا في الشأن السوري، تدخلوا في الشأن اللبناني، ويحاولون الآن يتدخلون في اليمن. وللأسف الشديد يعني كثير من الشباب اليمني التابعين للميليشيات الحوثية تلقوا تعليماتهم من قم، وتم غسل أدمغة البعض منهم،
يعني تأليبهم على النظام وتأليبهم على السلطة وإحساسهم بأنهم يعني في حاجة إلى مساعدة إيران لهم. فإيران لها أطماع سياسية في المنطقة وتحاول تشكيل هلال إيراني حول المنطقة العربية، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى لن يتحقق لها ذلك، واليمن ستبقى يمن لأهلها رغم ولا الحوثيين للفرس والمد الصفوي وما يسعون إليه، لكن بإذن الله سيتحقق النصر لأبناء اليمن بإذن الله. وستعود اليمن كما كانت، وستندحر أطماع الملالي الإيرانيين وأهدافهم في منطقة الخليج. كما تعلم دولتنا دائما تسعى لمساعدة جميع الدول الشقيقة والقريبة، ولنا جهود ملموسة في استتباب الأمن في دولة البحرين، وكذلك صد الهجوم العراقي على الكويت، وأيضا الآن استجابة لطلب الاستغاثة وحقوق الجوار ما بيننا وبين الأخوة اليمنيين، سعينا إلى إبعاد اليمن عن أطماع إيران وما تهدف إليه إيران. إيران لا تهدف إلى مصلحة اليمن بأي حال من الأحوال، ولكن تهدف إلى زعزعة الأمن في الدول العربية والإسلامية وفقد الثقة ما بين الدول أنفسها، فهي تخترع أحيانا المشاكل بين دولتين في سبيل تحقيق أهداف دنيئة تسعى إليها. نعم. نعود إلى اليمنيين المغتربين في أراضي المملكة العربية السعودية، إلى أين يسير واقع تصحيح أوضاع الإخوة اليمنيين إخوانكم وأشقاؤكم في المملكة العربية السعودية؟ نحن شعب واحد، الشعب اليمني والشعب السعودي تربط بيننا أواصر قربة وأواصر دين وأواصر جوار، ويعني كثير من الروابط التي قل ما تجدها بين غير اليمن والمملكة العربية السعودية. ولذلك يعني لا تستغرب أن تقوم المملكة العربية السعودية باحتواء الأزمة اليمنية والدفاع عن اليمن وتكوين قوات التحالف ويعني وضع ما يسمى بإعادة الأمل للشعب اليمني، وضخ أكثر من مليار ريال سعودي فيه، ولا زال العطاء مستمر، ولا يعني ليس فيه أي منة على الشعب اليمني، فهذا حق من حقوقه لاسترداد عافيته وصحته. في الجانب الآخر هناك ما يزيد عن 896 ألف مقيم يمني في المملكة العربية السعودية نظاميين، ولديهم إقامات نظامية وأمورهم يعني على الوجه الصحيح المطلوب، ويتمتعون بكامل حقوقهم في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أكثر من مليون حسب ما ورد من إحصائيات كانوا يعني ربما أتوا مع بداية الحرب اليمنية ونتيجة سوء الأوضاع وغيرها من الأمور التي حدث بهم إلى التوجه إلى المملكة العربية السعودية، فاحتوتهم المملكة العربية السعودية وأنشأت مواقع لتصحيح أوضاعهم في مختلف مناطق المملكة، وأنا بصفتي أحد المتواجدين في منطقة مكة المكرمة وفي مقر تصحيح الأوضاع في الذي يبعد تقريبا عن مدينة جدة حدود 50 كيلومتر في الشميسي بالتحديد، هناك صالات معدة للأخوة المسؤولين في السفارة اليمنية والقصرية اليمنية، وفيها عدد كبير من الموظفين اليمنيين الذين يتولون تصحيح أوضاع من يعني منسوبيه من الشعب اليمني المتواجدين في المملكة، إضافة إلى ما تقوم به إدارة الجوازات وإدارات الأمنية الأخرى من جهود جبارة وملموسة في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني، تخفيف معاناة الإخوة اليمنيين الذين
نتمنى دائما وابدا ان يكونوا مطمئنين ومرتاحين لما نقدم لهم من المملكه العربيه السعوديه، وهو نعتبره نحن حق من حقوق المسلم على اخيه المسلم. يوميا هناك كثير من الاجراءات التي تتم، ويستمر العمل من الصباح الباكر الى غروب الشمس في مركز تصحيح الاوضاع، تصحيح اوضاع الاخوه اليمنيين وإعادة الأمل لهم. و يعني هناك إقامة زائر منحت لجميع الإخوة اليمنيين الذين يعني لم يكون وضعهم سليم في البداية، وحدد تاريخ معين لبداية التصحيح، واتجهوا جميع الإخوة اليمنيين إلى الأماكن المعدة لذلك، وحصلوا على إقامات نظامية يستطيعون التجول بها في مختلف مناطق المملكة، يستطيعون بها الحصول على عيش كريم دون قيود أو شروط، وهناك تسهيلات كثيرة للشعب اليمني في المملكة العربية السعودية ولله الحمد. وأكرر القول بأن هذا دأب المملكة العربية السعودية في جميع الأزمات، سواء مع الشعب اليمني أو مع غيره من الشعوب العربية والإسلامية. والنعم فيكم، وبركت كل هذه الجهود وكل ليلة بالخير دائما، أنتم السباقين دائما للخيرات أبناء الشعب السعودي، وأنت أيضا عملكم في الجانب الأمني تحديدا في منطقة مكة المكرمة في الشميسي. إن شاء الله يعني كل المعالجات هذه تتم، لأن كثير من المغتربين أيضا يعني كثير لديهم إشكاليات، ولكن الحمد لله في ظل يعني تصحيح هذه الأوضاع من قبلكم وهذه اللفتة الإنسانية، إن شاء الله تكون الأمور أكثر استقرارا للجالية اليمنية المتواجدة في المملكة العربية السعودية. تستاهلون أكثر، هذا واجب، وإحنا حريصين. وترى يعني يا أخي الكريم، هذه توجيهات ولاة أمرنا حفظهم الله في جميع الأزمات، سواء للشعب اليمني أو لغيره من الشعوب، دائما ولاة الأمر حريصين على مساعدة الآخرين، حتى يعني على سبيل المثال وليست الدعاية للحكومة السعودية، فالحكومة السعودية معروفة وبإذن الله يعني رايتها دائما بيضاء أمام الآخرين، ولكن صحيح. تقوم الدولة بجهود جبارة في موسم الحج خلال فترات يعني فترة ضيقة ومكان محدد، وتسعى جاهدة لأن يتم الحج بكل يسر وسهولة، وأن لا يتعرض أي حاج لأي إصابة كانت. وهذا الحمد لله يعني في هذه السنة، وفي ظل عدم وجود حجاج إيرانيين، ولله الحمد مر الحج بيسر وسهولة وسلام، ولم يشهد أي شيء يعكر صفو الحجيج، ولله الحمد. الحمد لله. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لله الحمد والمنه. سيادة اللواء المالكي، في يعني القريب كان هناك استهداف من قبل الميليشيات المأفونة الموتورة للأراضي السعودية وتحديدا مكة المكرمة الشعيرة المقدسة العظيمة. يعني أن يكون هناك استهداف من قبل هذه الميليشيات إلى الأراضي السعودية عبر الصواريخ الباليستية، ماذا تقولون لهذه الجماعات المعفونة؟ أول شيء يعني سبحان الله، الحق يعلو ولا يعلى عليه، والبلد آمن ولله الحمد. يعني دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، رب اجعل هذا البلد آمنا، وهذه يعني أعتبرها حيلة الميت الذي يقوم باستهداف أماكن مقدسة في شهر فضيل، ويعني هذه هي قبلة المسلمين جميعا، ليست السعودية فحسب، جميع أنظار المسلمين تتجه إلى مكة المكرمة، فهذه تعتبر إساءة لجميع المسلمين في مختلف بقاع الأرض، فهم لم يسيئون لنا ولله الحمد، والصواريخ البلاستيكية لم تصل إلى ما كان مقرر لها، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود أبنائنا في قواتنا المسلحة وصدهم لها، ولكن هم أساءوا لأنفسهم في المقام الأول أمام الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أمام المسلمين والعالم بصفة عامة.
يعني حتى غير المسلمين شجبوا واستنكروا ما قاموا به الميليشيات الحوثية من استهداف للأماكن المقدسة ومكة المكرمة بالذات. نعم. فهذا عملهم مردود عليهم ولم يستفيدوا من شيء، بل أنه كان سببا في توجيه الأنظار لهم. ربما بعض الجهات كانت تعتقد أن لديهم بعض من المبادئ، ولكن هذا العمل الشنيع الذي قاموا به حطم جميع ما كان يعني يعتقد تجاههم. نعم. سادة اللواء، كيف تنظر لمستقبل الجانب الأمني والعسكري في حال تم الاهتمام بالجيش الوطني في اليمن؟ إن شاء الله يعني نحن دائما نحن نتفاعل بخير خلال الشعب اليمني والقيادات الشابة اليمنية من أمثالكم في مختلف القطاعات سواء في الجيش أو غيره، ولكن الجيش نحن نعول عليه الشيء الكثير، وقوات الأمن الداخلي أيضا، فأمامها خطة عمل طويلة وعميقة لأجل توطيد الأمن في الداخل والاهتمام بالحدود، حدودها سواء مع جميع الدول، ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات، منع المرتزقة الذين يأتونها عن طريق بعض المواني. لابد إن شاء الله يتحقق الأمن والسلام لدولة اليمن السعيد ويعود سعيدا كما كان بإذن الله تعالى. حقيقة سيادة اللواء عبد الله سالم المالكي، أنا سعيد جدا في هذا اللقاء والذي خصص في محوره في الجانب الأمني، كونكم لواء مظلي في القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية. كل الشكر والتقدير لك لحضورك معنا لاستوديو قناة عدن الفضائية، وتحديدا في برنامج ضيف التلفزيون. أكرر لكم الشكر والتقدير، وأتمنى أنني قدمت ما يطلبه المشاهدين الأعزاء من بعض التوضيحات الهامة وبعض الأمور التي نتمنى أن نصل إليها في تعاوننا مع الأشقاء اليمنيين، وبإذن الله سيتحقق ذلك، وسنحتفل إن شاء الله بعودة اليمن السعيد إلى عهده السابق وأفضل بإذن الله. نحن نطمح دائما إلى الأفضل في ظل وجود حكومة شرعية واعية وقيادات سياسية وعسكرية نأمل فيها خيرا كثيرا. أنا تشرفت بمقابلة بعض الوزراء والمسؤولين اليمنيين، ولمست منهم رغبة في العمل الدؤوب والعمل الجاد من أجل استعادة اليمن من ما حل به من كوارث بسبب تصرفات حمقاء ولا مسؤولة من قبل الحوثي وصالح الذين لا هدف لهم سوى ديمومة الصراع ونهب خيرات اليمن، وهذا لن يتحقق بإذن الله في ظل وجود ما رأيته وما لمسته من قيادات شابة تسعى إلى يمن سعيد بإذن الله. بإذن الله تعالى. تحياتي لك سيادة اللواء، أشكرك كثير، وإن شاء الله يعني زوركم عما قريب في مقر عملكم، ويكون بيننا دائما تواصل حميمي وأخوي إن شاء الله. كل التقدير لك وتحياتي لك، إن شاء الله نشوفكم على خير. شكرا لك، يعطيك العافية. عافاكم الله. إذن مشاهدينا، والخلاصة بأن العلاقة بين المملكة العربية السعودية واليمن هي علاقة قدرية وليست اختيارية، تحكمها حقائق التاريخ والجغرافيا والمجتمع والمستقبل ضمن إطار المصير المشترك، وتتم في إطار تحقيق المزيد من التنسيق والشراكة والتكامل على كافة الصعد الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهي محور حديثنا لهذا اليوم وكل ما يهم البلدين. أحبتي المشاهدين، سأكون معكم بإذن الله الأسبوع القادم في نفس التوقيت ولقاء نخبوي آخر. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.